في الخلفية الجدارية الموجودة الآن صورة للشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، ومن خلفها القدس تأكيدا لما كانت تقدمه هذه الشهيدة من باحات المسجد الأقصى دفاعا عن فلسطين. ومن أمام هذه الصورة يوجد اللي هو صورة لآلية استشهاد هذه الشهيدة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. رسالتنا إلى العالم أجمع ولا مؤسسات حقوق الإنسان أن تقف وقفة جادة في وجه هذا المحتل المتغطرس الذي يقوم بطمس الكلمة وطمس الحق بشكل يومي، ويعني يضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية وكل المعاهدات الدولية من استهداف للصحفيين واستهداف للمؤسسات الشبابية والمؤسسات الإعلامية. ونطلب منهم أن يرفعوا دعاوى بشكل مباشر إلى المؤسسات العالمية ومؤسسات حقوق الإنسان. راسلنا شيرين أبو عقلة اللي هي تعرض إلها الاحتلال وقنصها وتوفيت رحمها الله، وحاولنا إحنا يعني نرسمها لأنه إحنا جسدنا الوضع الحالي بالضفة الغربية وبالقدس. بالتأكيد خبر استشهاد زميلتنا الصحفية الشهيدة شيرين أبو عقلة كان صدمة وفاجعة يصعب استيعابها حتى الآن. هذه سياسة الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يحترم وجود الصحفي ولا يتقيد بالقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بتوفير الحماية للصحفيين ولحرية الصحافة، وبالتالي يجب أن تكون دماء شيرين واستشهاد شيرين هي الرسالة القوية التي يحملها الجميع، جميع الأطياف سياسية وصحفية وحقوقية للمحافل الدولية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاحترام القوانين الدولية وتوفير الحماية اللازمة لاستمرار عمل الصحفيين الفلسطينيين ولوقف الاعتداءات الإسرائيلية. Thank you.